نحن في احتجاجنا هنا لا نستهدف أي شخصية إدارية. في لمح البصر تحرق مسيرة 27 عاما من عطاء إبداع عراقي. الحارق صاحبها البروفيسور سعد عجيل الدراجي، أستاذ الجغرافية الطبيعية في جامعة بغداد، والسبب احتجاجه على ظلم تعرض له في جامعته. وربما لم تكن قصة الدراجي الأولى من نوعها، فعلماء العراق لم يحصوا طيف كبير منهم في السنوات الأخيرة غير الإجحاف بحقهم. الدراجي كشف أسباب حرقه لشهاداته العلمية ومؤلفاته العالمية بعد رفض إدارة الجامعة لطلبه بفتح مختبر معلومات جغرافية، وحملت مضايقات واسعة أودت بسحب إشرافه على طلبة الدراسات العليا وإصدار كتاب ضده من هيئة المساءلة والعدالة. الزمن خلى الغشيم يصير اللي يستر، وانا علمته شلون يكتب على ورق اسمه. الزمن مجنون شك ثوبه وبدي سيف ينعاف الناس كلها وصرت انا خصمه. قصة اشعلت الغضب بين الاوساط العلمية العراقية على ما يتعرض له نجوم العراق الذين بنوا صروح البلاد ورفعوا انجازاته عاليا، لكنهم اليوم يقبعون في متاهات الفساد او الظلم او التهميش. رسالة تدق أبواب المسؤولين بإنقاذ مسيرة علماء وأساتذة البلاد الذين يحرقون ساعاتهم لأجل خدمة بلادهم، لكنهم باتوا يحرقون إنجازاتهم بعد أن همشت بقهر الظلم والحرمان والتهميش.